كما نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية كرم وزروق التابعة لمركز فارسكور. يأتي ذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، حيث يتم توقيع الكشف الطبي على المواطنين بالإضافة إلى تحويل الحالات الحرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات. كل الخدمات اللي بتتقدم للمريض في القافله بتقدم بشكل مجاني له، من اول قطع التذكره اللي بتتم للمريض من بالرقم القومي الخاص بيه، مرورا بالكشف بالعيادات. في العيادات طبعا موجود معانا فريق طبي على اعلى مستوى من الاطباء والتمريض والفنيين والاداريين والصيادله، كل الفريق اللي موجود بيقدم خدمته للمواطن على اكمل وجه. قطع التذكره بيتم للمريض بالرقم القومي الخاص بيه، المريض بيدخل العياده بيبدا الطبيب يكشف عليه، لو هو محتاج تحليل بيتم في المعمل اللي فيه اكتر من 40 تحليل، لو هو محتاج اشعه عاديه او اشعه سونار فبتتم برضو في قسم الاشعه المصاحب للقافله. مش مصدق اللي حصل هنا ابدا، كل حاجه جميله جميله جميله، ولا فلوس ولا وقت ضايع ولا بيضيعوا حياتنا ولا اي حاجه، وبيسهلوا علينا كل شيء. الخدمه هنا ممتازه، اطباء على مستوى، والاشعه موجوده كويسه، تحليل الدم، تحليل قياس الضغط، وشغل متوفر ونظام كويس. الكفيلة ما شاء الله عليها كويسة، ويصرفوا لنا العلاج، وهم مش متأخرين في أي حاجة، واللهم صل على سيدنا محمد، بنكشف مرة واثنين واللي احنا عايزينه بيمشيه لنا وكل حاجة. كشفت ضغط وكشفت سكر وكشفت جلدية وكشفت عظام، وما شاء الله ناس كويسين، ناس محترمين.